حل سباق العربيات للأغنياء بس. حلوة، هنبتدي. تركيز، سرعة. أنا صاروخ، هفطر بالخسرانين. لا لا لا، ركز. سرعة. أنا برق. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هيو، ناس كتير فاكرة إن سباق العربيات للأغنية بس، ولازم تكون بتعرف تسوق. هنشوف الموضوع ده بعد. والنهاردة هنخد تجربة السباق الغالية والرخيصة، ومعنا كريم أحمد برضو، بس هو النسخة السوري مني. اتكلم كده سوري، ويلا بينا نشوف الحوار. قصة ابتدت ان حبيت ارجع لعالم السباقات من جديد، وعود بالماضي واروح وندرلاند واخد شوية نوستالجيا. يا وندرلاند، التكت ب15 جنيه وجدوك دي. واي لعبة بتكون ب15، والعاب الاطفال ب10. نوستالجيا بنت لذينة، الراجل ده بتاع الخدع السحرية كنت بجيله زمان اشتري منه خدع، مجرد ما يقول لي الخدعة بتبقى عبيطة جدا فاروح ارجع له ما برضاش يرجعها. تعالوا تعالوا تعالوا، ممكن تعمل لنا لعبة؟ منديل قول تيرا منديل. منديل قول تيرا منديل. يا اخي بالله عليك كيف بتفكر؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تير يا منديل، تعالى يا منديل، تعالى يا منديل. لسه بيبهرني اقسم بالله. المهم نيجي اللي جينا عشان. بعد ما جينا وخدنا جولة في المكان اكتشفنا ان العربيات مش شغالة اصلا، شكلها راحت على جيلنا، وما بقاش فيه غير عربيات السرعة المفرطة اللي نازلة جديدة. وياريت اللي يعرف عربيات سباق في ملاهي رخيصة من بتوع زمان يقول لنا في الكومنتات. ودلوقتي نخد التجربة الغالية. بي فاست اور بي لاست. ياه، وهو مكان اسمه جو كارد عند ميراج مول التجمع الأول. السلام عليكم، عندكم عربيات؟ وبالنسبة للأسعار، احنا عندنا الأسعار بتبتدي من 10 دقايق، 10 دقايق 125، وفي الربع ساعة 150. وبتقف تاخد التعليمات. العربية اوتوماتيك، هي بنزين وفرامل، والحتة دي ده جزء الموتور، اوعى تقرب منه عشان سخن جدا. ممنوع الاكتراب، خطر الموت، ممنوع التصوير. بتلبس الخوذة وتركب. انت بقى عبدون مين 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 سريع زي السهر، راس زي التريلا. يا اخي ولا 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 ولا، اقسم بالله متعة متعة بنت رازي. وانت يا اخي اقسم بالله كيمو، طبعا الحمد لله على الفوز ده. انت بيهم ملفه، مفيش اي منافسين، مفيش اي نوع من المنافسه. وفي النهاية حبيت أوصل لكم إن إحنا ممكن نخوض تجربة جديدة من غير ما نكون محترفين فيها، على قد فلوسنا أو بأقل تكلفة ممكنة. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعمل لكم كومنت وشير، وأشوفكم الفيديو الجاي. فهيب هيب هيب هيب.